الاتحاد الأوروبي في العراق التأكيد على دعم دول الاتحاد الأوروبي لحكومة إقليم كردستان لرفع المعاناة عن كاهل النازحين إلى الإقليم من المدن العراقية الأخرى. النازحون إلى مدينة السليمانية أشادوا بجهود المبذولة من قبل حكومة إقليم كردستان ومنظمات المجتمع الدولي والمواطنين بمد يد العون لهم والتخفيف من معاناتهم. أكد سفيرة الاتحاد الأوروبي وفي تصريح خصت به فضائية كركوك حرص الدول الأوروبية لمساعدة حكومة إقليم كردستان لرفع المعاناة عن كاهل النازحين من المدن العراقية صوب الإقليم الآمن. جاء ذلك خلال زيارة وفد من الاتحاد الأوروبي إلى مخيمات النازحين ومكان إقامة المسيحيين النازحين في مدينة السليمانية. ترافقهم النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب العراقي آلا طالباني، واستمع الوفد الزائر طلبات النازحين المقيمين في مدينة السليمانية والعمل بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان لوضع الحلول المناسبة للتخفيف عن معاناتهم بأسرع وقت. حسب رأيي طبعا في 1,800,000 لاجئين سوريين ونازحين عراقيين من مختلف أماكن، وهذا أزمة إنسانية كبيرة. أنا سفيرة الاتحاد الأوروبي أمثل 28 دولة أوروبية، ونحن نقدم مساعدة إنسانية لكل المحافظات والمدن في إقليم كردستان. وطبعا نحن لا نقدم فقط مساعدة مالية، ولكن الآن تجري في بناء لإئتلاف الاستعداد، وإذا كان في عملية عسكرية وبعد ذلك نحن نرجو ونحن سوف نساعد كثير منهم أن يعودون إلى مدنهم وقرائهم في منطقة سنجار أو في منطقة قراقوش أو مناطق أخرى. سافرة الاتحاد الأوروبي ثمنت الجهود الخيرة لحكومة إقليم كردستان وأهالي مدينة السليمانية في عملهم الجاد لتقديم أفضل الخدمات الإنسانية للنازحين وضمان سبل عيش آمن لهم. حكومة إقليمية هي تساعد كثيرا ويعني تعمل تسهيل لتوزيع مساعدة إنسانية الدولية، ولكن في مشكلة كبيرة مع حكومة اتحادية في مجال جوازات وبطاقات. رئيس لجنة استقبال النازحين في السليمانية أكد بأن جميع المساعدات الإنسانية ومن كافة الجهات إن كانت حكومية أو دولية أو أهلية تصرف للنازحين بعدالة وحسب استحقاقات كل عائلة. نستلم مواد الغذائية من مساعدات من المنظمات الخيرية والأحزاب، ويتم توزيعها على العوائل بالنسبة أفراد العائلة، كل عائلة بالنسبة أفرادها. النازحون من المدن العراقية والمسيحيين منهم أكدوا بأنهم يعيشون بأمان وسلام في مدينة السليمانية، مثمنين جهود أهالي المدينة والمنظمات الأخرى في احتضانهم وتوفير مكان آمن لهم وتذليل الصعاب لمشكلاتهم والتخفيف عن معاناتهم. خرجنا بما علينا بملابسنا، حتى قنينة الماء لم نحملها معنا لأنه دخلوا الأعداء علينا، فخرجنا خوفا من الاغتصاب من القتل. الاغتصاب كان أكثر شيء خوفنا من القتل، القتل ما مهم. نحن كانت وجهتنا هوني كنيسة مار يوسف، احتضنونا وما خلوا كل قصور علينا، مأوى ومأكل وملبس، وأهم شيء كان احتضنونا كأبناء. جينا هنا للسليمانية مشكورين أهل السليمانية، فتحونا أبوابهم، حتى الأهالي قسم من عندهم قاعدين يسكنوا ببيوتهم، احنا هنا احتضنونا بكنيسة مار يوسف، نشكرهم كلهم جماعة. استقبال جيد جدا، مو قصرين أي مواطن، وخاصة هنا بسليمانية يعني كل على التساوي، واستقبلونا برحب صدر والحمد لله. طيبين الناس وجاي تجينا، الامان جيد جدا هنا، واكل يعني زين جاي يجيبوا لنا مساعدات والحمد لله والشكر. بدايه الشهر الثامن لحد الان يعني قدموا كل المساعدات لنا ووفروا كل شيء لنا، وموجود الامان وموجود كل شيء، الوضع يعني كل زين هنا. اقليم كردستان اصبح اليوم مكانا امنا للنازحين من المدن العراقيه الاخرى، وهم يعيشون بين اخوتهم الكرد بكل سلامه وامان. المسيحيون النازحون من سهل نينوى إلى مدينة السليمانية أكدوا بأنهم يعيشون بنعيم وسلام وأمان. من أمام كنيسة مار يوسف للكلدان في السليمانية يشار خالد، فضائية كركوك. تمكنت قوات